بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير والسعادة والمحبة والابتسامة حياكم الله أحبابنا وين ما كنتوا تتابعونا داخل الكويت وبرا الكويت ومساء جميل يجمعنا معاكم دوم على الخير والمحبة والمعزة ومع ضيوفنا الكرام اللي راح ينورونا الليلة باستديو مسائي على الهواء مباشرة نتواصل معاكم في حلقتنا الليلة راح نتعرف على الإبداع في المجال التعليمي وسيكون معنا اليوم إن شاء الله معلم أخذ من وظيفته إدارة لإمتاع الطلبة طلبة يستمتعون معه لا وتوصل المعلومة عن طريق شنو عن طريق اللعب يلعبون توصل المعلومه اي أيوة ويلعبون وتوصل المعلومه واستخدم التقنيات الحديثه في شرح المنهج وراح نتعرف وراح نشاهد معاكم ان شاء الله ما يقدمه من خلال فقراتنا لهذا المساء ونشوف بالصوت والصوره والفيديو وشرح ضيفنا الكريم راح يكون موجود معنا كذلك في امسيتنا الليله وفقراتنا المختلفه راح نتعرف على اهم المقتنيات القديمه اللي تستهوي ضيفنا الكريم اللي هو دائما يحاول المحافظه عليها وراح يكون معنا الباحث الاستاذ فهد الزعابي ونتعرف معه ومع بعض عن هذه المقتنيات اللي هو موفرها وراح تكون معنا بالاستوديو موجوده ونتعرف على تاريخها وعلى اهميتها. كذلك راح يكون معنا الليله ان شاء الله في فقره في فقره برنامج مسائي شاعر ولكن شاعر من الجنسيه الباكستانيه لا قصص ومواقف وابيات نبطيه اخوه نظمها فيها جمال وفيها طرفه يعني جميل جدا ضيفنا راح يكون معنا الشاعر وأيضا هو دبلوماسي إقبال الباكستاني كما سيكون معنا فقرة خاصة لحملة التدفئة لإخواننا في سوريا وما يتعرضون له من برد قارص نحاول في إحدى هذه الفقرات لهذه الليلة إن شاء الله تقديم بعض الحلول العملية مع جمعية النجاة الخيرية بارك الله فيهم بارك الله بجهود كل من تعاون معهم نسأل الله العلي القدير أن يجعل هذه الحلقة في ميزان حسنات الجميع خلنا معكم معاكم مشاهدينا اول امس كانت لنا استضافه مع الاستاذ خالد القحطاني عضو مجلس اداره شركه وربل العقاريه واللي تكلم وتكلمنا معاه عن تفاصيل مهرجانات او مهرجان وسحوبات مول وعربيه مول وهذه المهرجانات اللي راح تستمر حتى نهايه فبراير حتى نهايه فبراير في سحوبات عندهم راح نشوف معاكم التقرير وراح نتعرف على السحب الاول اللي تم في افتتاح مهرجان سما مول وعربيه مول نرجع لكم ان شاء الله مع ضيوفنا مرحبا معكم بشار العتيبي واليوم حابة اعرفكم مهرجان جديد اسمه لين يدد سما مول والعربيه مول تابعوني مهرجان للتسوق في العقيلة مهرجان سما مول والعربية مول من 10 نوفمبر إلى 26 فبراير 2017 جوائز قيمة وفعاليات عالمية ثلاث سيارات بي أم دبليو ثلاث سيارات رينج روفر أطقم الماس وألاف الهدايا القيمة مهرجان سما والعربية مول عيش المفاجآت مول. صراحه تنظيم مميز والحضور جميل والفعاليات اللي موجوده يعني فعاليات جميله جدا والفرقه اللي موجوده استمتعت بهذا الحضور وطبعا الحلو في الموضوع انهم مستمرين ان شاء الله ل 26 فبراير وهذا شيء جميل ان الاهل ياخذون اولادهم ويون المجمع يستمتعون في سواء المحلات اللي موجوده بالمجمع او في المهرجان اللي موجود مهرجان التسوق الخاص بسما مول والعربيه مول المهرجان وايد حلو جواز قيمتها اكثر من 5 ملايين دينار كويتي رصدتها العربيه مول وسما مول علشان متعه الناس وسعيد اني جزء من هذا الاحتفال اليوم وان شاء الله يا رب كل الحظ والسعاده لكل المشتركين بالتوفيق شبابنا لكل معلم طريقه في شرح المنهج وتوصيل المعلومه ولكن اغلب المعلمين يتخذون الطريقه التقليديه التحضير قبلها بيوم عن طريق الكتاب وضع النقاط وضع شنو راح يتحكى باكر وطريقه الشرح الى الى الطلبه والطالبات عن طريق الصبورة واللوحه الذكيه اللي سمعنا فيها وما شفناها لكن اليوم في هذه الفقره تحديدا مع ضيفنا معنا معلم فاضل اتخذ من التكنولوجيا واللعب تكنولوجيا ولعب توصيل المعلومه للطالب بطريقه ابداعيه الصراحه شلون الطريقه وشلون الفكره واستقبال او تقبل الطلبه لهذه الفكره قبل الطلبه تقبل الاداره لهذه الفكره بعد ما تقبلت الاداره المعلمين زملاء ايش قاموا يقولون حق عبد الله بارك الله فيك يعطيك العافيه ولا ذيتنا عبد الله ايش سويت ويانا شو <applause> انا انا العاب حق عيالي ما ما شريتها هالطلبة المرة كل هالامور ان شاء الله راح نتكلم فيها مع ضيفنا الكريم الاستاذ عبد الله الصانع ونتعرف معاه على هذه الطرق الابتكار اللي انت ابتكرتها مساك الله بالخير عبد الله مساك الله حياك الله يا مرحبا فيك العافيه الله يسلمك الله يعافيك وساعه بارك منورنا راح انطلق معك وراح نتحاور مع بعض لكن بعد ما نعرف الناس على طريقتك ونشاهد معاهم حتى نشدهم حق التساؤلات اللي كلها راح اطرحها على ضيف الكريم نشوف نرجع لكم ان شاء الله الصف بدون ان انتشر من خلال استخدام المايك حياكم وطنة وطنة بطن وطنة وطنة وكلمي وكلمي كلمي السلام عليكم شباب سريع درسنا اليوم شنو يا شباب عن محاصرة نفسي. تكلمنا عن اقسام النفس الانسانيه المطمئنه واللوامه والاماره بالسوء، هذا نصوحي ارتكب في حياته شنو؟ خطا خطا في تاتي بنو نفسه يا انه يقول شيء عادي هذا او يندم، ان ندم فشنو؟ فيتوب ويستغفر، وان قال عادي راح يذنب مره ومرتين وثلاث ثم يامر الناس بالسوء تبون تتوبون ولا لا؟ هل استشهد في غزوة بدر ولا لا؟ ها ساير اي صح. اي صح. استشهد ولا لا؟ سلام عليك تستاهل تستاهل قهوة؟ قهوي يلا يلا قهوة قهوي يلا تعال سهل ضبطة 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 روح ضبط صاحبك عاد عادل عادل خالد راح اطبق <applause> عليكم <applause> اليوم <applause> استراتيجيه <applause> جديده وهي التخيل. اول شيء راح نسكر الليتات. غمضوا عيونكم. في يوم من الايام راح نكون كلنا واقفين في ارض واحده وتسمى هذه الارض ارض المحشر تخيل معاي انت واقف جميع الخلائق واقفين من انس وجن وبهائم والطير ننتظر شيء واحد نطالع فوقنا ننتظر كتاب يا نستلمى بيميننا او نستلمى بشمالنا. التيم يا شباب اضرب انفض امسح اليوم سوي لكم حركه جديده ولكن هالمره حاط لكم شغله تحت كراسيكم، شوفوا تحت كرسيكم. ماشي. دور آه ايش لقيت؟ كل واحد يقرا الورقه اللي عنده ايش مكتوب؟ يعطيكم العافيه، وانا فخور فيكم يا شباب وجزاكم الله خير جواك الله استاذ عبد الله يعطيك العافية, العافيه شكرا جزيلا على قبولك الدعوه شكرا جزيلا على الاداء المميز اللي قاعد تقوم فيه لكن الفيديو حتى لا يروح من ذهن الناس نبي نشرح لهم اشوف كنت حاط سماعه وفي صوت الفصل فيه ميكروفونات يعني ولا شنو الموضوع بالضبط بالنسبه حق السماعه هي يقول تتركب وتتعلق على طول يعني سهله الفكره منها انه مو هي مو شيء يعني وناسه ولا لا لا كان فكرتها غرض منها شغلتين يعني الشغله الاولى عشان لما اتكلم بنبره اللي هو اسلوب الاداء الالقاء لو اتكلم بنبره نازله اخر واحد قاعد يسمعني فانا مرتاح في اسلوب الاداء وثاني شيء صوتي ما يروح الشغله اللي اضافيه عليها ان فيها فلاش ميموري فلما تحط عليها الموسيقى الهاديه او المؤثرات الصوتيه فلما تتكلم وتروي قصه مع الاحداث قاعد تشتغل معك فانت قاعد تعيش كانه جو سينمائي مع الطلب عشان كذي يعني. اشوفك تقول كل واحد يغمض عيونه وتطفي أيوة. الاضاءه وموسيقى هاديه فقاعد <applause> تفعل عنده الخيال بالضبط عشان يستشعر معاك الطالب اذا ما جذبته مم. نحوك راح ينشغل معك راح ينشغل, ينشغل مع غيرك يعني هم صدق من جذبين ولا عشان التصوير؟ والله شوف يقصد هم هم اصلا من قبل انا كنت ما اصور نعم كانوا الطلبه عارفين يعني مع بعض ولكن قلت لهم بستاذنهم قلت لهم اصوركم ولا لا؟ قالوا استاذ تصور ما عندنا مشكله فكان التصوير بالرغبة من منهم أصلا بالبداية فلما صورناهم بالعكس هم استانسوا حتى يقولون أستاذ طلعنا بالتلفزيون وطلعنا ما شنو طلعنا فكان كان يعني من أسلوبهم أن يحرون ربعهم يقولون حر أستاذ عبد الله يدرسنا <applause> <applause> الكليب ينتقل عندك بعد الحين يطلعوا بالتلفزيون وخلاص باكر الصف راح يصير زيادة دبل العدد الله يحفظهم الله يحفظهم آمين أسأل الله يحفظهم إن شاء الله وقواهم الله وأنتم الله يعطيكم العافية اليوم هذا طرق التعليم اللي انت هذا ابتكارك انت الشخصي نبي نعم تعرف شو اللي ابتكرته بالضبط من كم سنه وانت بادي بهذا الموضوع هو الامانه كل معلم لازم يكون عنده خطه واضحه قبل لا يدش خلينا نقول مجال التعليم <applause> أه انت كمعلم هل انت لك صفات المعلم الفاعل عشان تدخل في هذا الميدان لأنه ترى مو سهل صحيح وعلى فكره في احصائيه 46% من المعلمين 46 ها بالمئه تركوا مهنة التعليم واستقالوا بسبب شنو؟ فقدهم لادارة الصف لان كثير من المعلمات والمعلمين قاعد نلاحظ انه ما يقدر يدير صفه فهو ما يقدر يسوي هذه الجوانب اللي هو جانب المرح فيضطر أن يقول شنو؟ انا فاقد الامل طلبتي غير عن طلبتك يا استاذ لا الطلبه هم هم بشر يعني بالنهايه الطالب هو طالب ما يختلف هالب. عن الاخر ما له شغل بيئة غيره لا لا انت يا معلم انت تكيف على حسب اسلوبك فكان واجب على المعلم أو شيء يكتشف هل أنا أستحق أني أكون معلم ولا لا إذا كنت ما أستحق هل أنا بودي هل عندي الرغبة إذا كان عندي الرغبة يأتي إلى الخطوة الثانية وهي شنو تطوير ذاته إذا بدأ يطور ذاته المعلم وبدأ يدش دورات تدريبية بدأ يقرأ من المعلمين لا يقرأون صراحة فكيف بالطالب إذا يعني إذا كان يعني العملية عملية مرتب عند الأغلب بس راتب ومع السلامة وهذه مشكلة يعني فإذا كان المعلم لا فعلا يدري أن هذه الأمانة باكر راح تنتقل حق بيته. فيعني الانسان على هذه 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 رساله مم. اذا ما وصلتها بالشكل الصح كان الوفاء من اهل من من جنس العمل من, من يعني باكر عيالك يدشون عليه معلمين نفس الطريقه، نفس ما انت قاعد تعلم عيالك. فلذلك المعلم لازم يطور نفسه في الدورات التدريبيه، بالقراءه، بالممارسه، بالاستشاره، يدش على معلمين افضل منه ويبدا ياخذ منهم الخبره. عشان يتركب يصير عنده نوع ما القدره على مواجهه الطلبه لان سالفه انك انت تبي تقنع او تؤثر في الطالب ترى مو سهله. جميل انت متى بهذا المشروع وقلت انا اليوم عبد الله بنفذ هذا الامر معاي باخذ معي مجموعه من الالعاب بغير طريقتي بغير ادائي بقدمه حق الطلبه. كم سنه في هذا المشروع وبدايته شلون كانت القرار اتخاذ القرار؟ للامانه مهم. صار لي عشر سنوات في التربيه ولكن بدينا في عمليه التطوير وهذا من قبل خمس سنوات، فكانت اول خمس سنوات في حياتي كانت عباره عن تجارب. وقاعد اخطئ اخ اقول افشل وارجع مره ثانيه اصحح اللي عندي، الى ان الحمد لله وصلنا الى مرحله قدرنا نقدر نضبط فيها الصف ودينا آه تتحكى بصيغه الجمع، منو انتم؟ يعني انا قاعد اشوف عبد الله بس عبد الله الصانع. احنا عندنا فريق في المدرسه اسمه فريق العمل التعاوني. هذا الفريق العمل التعاوني بال باداره المدرسه مع معلمين مختصين وعندهم مهاره وقدره على خلينا نقول الابداع والابتكار قمنا وسوينا هذا هذا الفريق وكل شوي ناخذ استراتيجيه من استراتيجيات كيجب في التعليم هي استراتيجيه اوروبيه يعني او تقعد تطبقونها برا فاحنا قلنا ليش ما نحطها عندنا ونحاول نوظفها ونبلورها بحسب ما يناسب طلبتنا في الكويت. اللي هي مدرسه احمد محمد السقاف متوسطه بنين. ايوه طيب حتح. هذا <applause> عفوا هذه المنطقه هذه المدرسه بمنطقه جابر الأحمد ايوه حكوميه مدرسه حكوميه نعم أيوة. قلت لي حضرتك ان الاداره هي قالت تعالوا خلينا نطبق المنهج <applause> ليش طبعاً زين هل الاداره عندها المادة الكافية لتوفير هذه الأجواء، توفير هذه المعدات، توفير هذه التكنولوجيا، هل في نواقص تعاني منها المدرسة تعيق حركتكم اليوم أنتم كمعلمين مبتكرين للأمانة الإدارة ما قصرت الأستاذ خالد ملك والأستاذ حمد العازمي والأستاذ سيف خصصوا لنا تخيل غرفة اسمها غرفة الوسائل يعني يا معلم إذا لا تروح تشتري من تروح المكتبة وتشتري وتدفع من جيبك وتقول والله لا لا, لا تعالي بهذه الغرفة أخذ اللي يناسبك من الأوراق والوسائل اللي تعينك على إدارة التعلم والتعاوني داخل الفصل جميل وتطبيقها مو عارف شلون تطبقها يبقى تعال روح حق فريق العمل التعاوني اللي مكون من سبع اشخاص نستعين فيهم نستعين فيهم احنا احنا شو نسوي بدال لا تروح لهم وتكلم لا 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 فريق العمل التعاوني هذا قاعد يسوي قاعد ينزل فيديوهات على التليجرام مش على الانستغرام لا على التليجرام بقناه كامله بخطوات كل استراتيجيه مع تصوير فيديو للخطوات فتخيل هذا الخير يعني تخيل بدال لا يكون فقط المدرسه قاعد ينتقل حتى خارج المدرسه وحتى خارج الكويت. يعني كل معلم يستطيع ان يدخل هذا البرنامج ويشوف الاستراتيجيه مكتوبه ومصوره, ومصورة بالضبط بخطواتها على فكره اللي هو اسمه موقع هو ولا شنو اسمه؟ اسمه اس اي كيو اي اف هذا بس يدش عليه هو سكافة على قولتهم بالانجليزي فبس يدش عليه تخيل ان احنا هو قاعد يشوف الان شنو؟ تجارب اربع تجارب سابقه يعني يعني نتيجه اربع تجارب سابقه فاشله <applause> فبدأ الله هو يجرب ويفشل يجرب ويفشل لا لا على طول ترى احنا قبلك مجربين وفشلت تجاوز الخطا على طول لاي ماده استاذ عبد الله كل المواد؟ جميع المواد اسلاميه آه رياضيات علوم انجليزي عربي كل ماده ولها استراتيجيتها وعلى فكره ممكن هو يطبق الاستراتيجيه لاكثر من ماده يعني هي هي على قولتهم فكره تعال انت بلورها على حسب اللي تبيه من المواد. جميل، شو اللي صار معاك اول ما طبقت انتبه قبل خمس سنوات هنا. زملائك المعلمين ايش قالوا؟ يا عبد الله انت شو <applause> مسوينا؟ يا عبد الله <مكننا> من السالفه <applause> حل... حل... خلونا على طريقتنا يبون نحضر الماده ونشرح حق طلبتنا انا وين اقعد احط طاولات وكل واحد العاب ومايك وتصوير صح. انا كنت اطبقها للامانه في... في مراكز تدريبيه آه وكنت آه ما بدون تصوير يعني تصوير اللي هو المراكز يعني ما لها شغل بالمدرسه وكنا بعدين نقلتها للمدرسه اللي حصل انه لما نقلناها للمدرسه قلنا ليش ما نصورها؟ يعني حرام هذا جهد يعني وافكار يعني حرام تضيع. وثانيه في دو يعني دوره ضبط الفصل قلنا بنرتبها وهذا فلما تتصور شيء وتعرضه على على المعلمين يصير هنا نوع من الثقه انه فعلا هذا قاعد قاعد يطبق الاشياء اللي قاعد يقولها مش كلام بس. فصورنا انا صراحه ما ما توقعت الانتشار بهذه الطريقه يعني قلت معقولة الناس تفتقد هذا الأمر؟ أنا على يعني في معلمين كذي ولكن ما توقعت أن في إحباط من جميع المعلمين أن أنت من وين جاي؟ لا مو من وين، أنا حالي من حالكم ولكن قاعد أطبق أشياء جديدة. اللي حصل أن المعلمين أو المعلمات عندهم نوع من الإحباط من منهج جديد ومو عارفين شلون يطبقونه، شلون يتعاملون معه. فلما أنت تأتي بهذه الأفكار فكانك انت قاعد تساعدهم كانك انت موجه الان لهم وفعلا اذا المعلمين افرحوا لما شافوا هذا العمل ما في احد استاء من عبد الله انت عبد الله ابتكرت شيء جديد اضفته علينا اضافه الى عملنا ولكن انت اللي وضعته انت وباقي زملائك وضعتوا لنا حلول وسهلتوا علينا العمليه اكبر وفسرتوا لنا منهج جديد الان يطبق يعني اللي هو منهج كفايات نعم اعتقد انه يخدم المنهج هذا هو يخدم هو التعلم باللعب يخدم يخدم التعلم منهج باللعب إيه نعم جميل فشنو قالوا المعلمين والمعلمات اللي تواصلوا معاكم؟ المعلمين المعلمين والمعلمات طبقوا الصراحه وقاعد توصل لي فيديوهات وانا جدا سعيد حلو لأنه مو بس داخل الكويت حتى خارج الكويت فهذا شيء قاعد يفرحني أن يا استاذ عبد الله ترى انت صوتك قاعد يوصل لاخر جميل. لكل معلم جميل النوع الاحباط نوعا ما ان في معلمين ومعلمات مو قادرين يطبقونها، السبب لانه يفتقد جانب اللي هو ضبط الفصل. فاذا كنت فاقد هذا الجانب صدقني ما راح تطبق هذه ضبط الفصل قبل لا اخذ هذا الفاصل نشوف اول ما دخلت عليهم صفقه وكلمه وانضباط انت متفق قبل التصوير صدق عبد الله انا قلت كلمتي قلت فطنه وقلت كلمي لا كلمة فطن فطنة أي فهمة نعم. أي كلام يعني فهمت كلامي آه في بعض المعلمين عبالهم ان هذه الكلمتين هم الدواء السحري اللي ضبط الفصل، <applause> لا ولا شغل. في قبلها خطة تعويذة تعويذة <applause> 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 لا هي هي باختصار قوانين انت تحطها في البداية في أول يوم مع الطلبة خطة كاملة شنو اللي عليك وشنو اللي عليك. فلما تكون واضحة عند الطالب خلاص أنا عرفت شنو نظام هذا الأستاذ. فطنة يعني صفقة. فاطمه صفقه واحده وكلمي اربع صفقات. بس هني ينضبطون هم. <applause> بس هم بس فاهمين لان يدرون ان بعدها سال عبد الله يبهرهم مو والله راح نرجع على وضع التقرير. جميل اذا عنصر التشويق موجود عنصر التشويق موجود لدى المعلم عبد الله الصانع لذلك الطلبه يلتزمون بهذه التعاليم. حتى ينتظرون ما هي مفاجات هذا اليوم، اعتقد ان حصه استاذ عبد الله هي الطلبه اللي ينتظرونها من البدايه واذا عندهم بالجدول اليوم عندهم تربيه اسلاميه الكل مداوم ما في غياب يمكن في هذا الوقت، مستمرين معاكم ان شاء الله وراجعين لكم بعد الفاصل ونشوف بالفيديو ايضا طريقه اخرى بطرق التعليم الجديده والمبتكره لايصال المعلومه بطريقه سلسه وبسيطه بعد الفاصل. والان تبني ايوه يا هذا 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 الطاوله هذا السول المجموعه الثانيه يلا ما عليه ما عليه هذه المجموعه ابداع <applause> ابداع كفو هذه المجموعه يعطيكم العافيه نستخدم الان السهم في التقويم جاهزين جالير. ما ينتفع به الميت بعد موته بسرعه <واسم> <تكتش> الان اختاروا كنتجه من عذاب القبر <تصفيق> <تكتش> <تصفيق> <تصفيق> <صفيق> اه صادها صاد الان ينتفع به بعد موته <تكتش> يا هلا سلام عليك يا سلام الله بالخير اليوم جايب لكم شيء جديد بديش الصف وشوف اللعبه ها وين الطلبه معلم بروحه الطلبه وينهم اللعبه طلعت <تصف> هي لعبة الكنز. أي سؤال وين وصلتوا؟ أنا الحين طالع الأول. وراحوا راحوا حق التكليف الثاني راحوا ها لقوا التشيس لقوا التشيس ما هي التلبية؟ ها آه. شو التلبية بسرعة دور بالكتاب الملعب من, من القال بسرعة من القال شنو؟ من القال وأكرب أباه وأكرب أباه يلا ملعب كرة السلة خلينا نشوف المجموعة الآن ينقل الإجابات في هذه ورقة الخطوات وعشان يفوزون لاحظ المجاميع صاروا الآن المجموعة الأولى حصلت على 14 دقيقة المعلم مبدع صالح حسين الطلبة قاعد يستذبحون على المعلومة وهذه ترى أفضل لا, لا لا ما سوى شيء هو المبدع كل شيء استاذ عبد الله الصانع معلم التربيه الاسلاميه بمدرسه احمد محمد الثقاف متوسطه بني اللي شفناه قبل شوي اللي حاصل شوف طلبة يتراكضون برا يلاقون ورقه يعبونها يردون الفصل 16 دقيقه اشرح لي بطريقه مفصله للمشاهد وهل يعني البعض ممكن يقول تربيه بدنيه وقلبوها شويه واحتياط شنو الحصه بالضبط؟ هي الأمانة فكرة الأستاذ حسين المطيري وهو اللي طبقها في الفيديو أه هو رئيس قسمي طبعا <تصفيق> <تصفيق> فتخيل أن بدال لا تكون اللعبة خلينا نقول أو هي, هي طبعا اللعبة داخل الدرس وهي تخدم الدرس وكان في وايد أسئلة أن أستاذ أنت ضيعت الحصة خلتهم يركضون وطلعتوا هذا وما خدمت الدرس لا 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 الحصة 45 دقيقة اللي شفتوه هو ربع ساعة من الحصة ها يعني هذه حصة رئيسية أساسية حصة أساسية واللي واللي شفتوه هو ربع ساعة من الحصة فقط استخدموها الطلاب في لعبة لوصول إلى المعلومات فتخيل الحين بعد ما لعبنا هذه اللعبة اللي هي اللي هي لعبة الكنز وتخيل يبحثون عن الأماكن اللي موجودة فيها الأسئلة ويحاولون يدورونها من الكتاب يرجع الطالب في قمة انفعاله يبي يسمع من المعلم هل إجابتي صحيحة ولا خاطئة تخيل شوف الآن الرغبة اللي هي الرغبة يعني لم ما كان مهتم الطالب انه يلعب ويطلع برا الفصل، هم انه يشوف الاجابه في النهايه صحيحه, صحيحة او لا؟ وهو حركته وهذه لان ترى الطالب يعني يحب يحب الحركه. فلما عنده, تشغل عنده, عنده, عنده وتحرك طاقه وتحركه في هذه ايه فخلاص هو الحين باختصار انت اعطيته اللي هو يبي. فهو الحين راح يسمعك. ففعلا وقت الحصه تلقاه مستذبح ها اجابتي صحيحه ولا لا؟ من المجموعه الفائزه وهذا فكانت الحصه بعد ما خلصنا هذه اللعبه تم شرح الدرس وتم تصحيح الدفاتر وكل شيء فهي ما ضيعت الحصه من بالعكس من المعلمة خدمة او الحصة من الطالب خدمت الحصه وخلى الطالب متيقظ معك طول الحصه الاسهم هذه شو الموضوع هي الاسهم هي إيه؟ هي الامانه لاحظت صبوره الصبوره صحيح مغناطيسيه فلما لما تجيب شغله وتلزق عليها ما كلها مغناطيس مغناطيس صحيح فقلنا سبحان الله لقينا هذه الاشياء موجوده في العاب الاطفال وهالسوالف هذه. فقلنا ليش ما نوظف هذه الاشياء في الدرس؟ فوجود اللي هو البورد الابيض يعيق انه يلزق شيء عليه. فاحنا رفعناه وخلينا على البورد على على السبوره اللي هي نفسها. وخلينا الدوائر موجوده. بروجكت موجود, 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 موجود فكان في تفاعل الطلبه ينطرون لسهم وين هي. فكانت تستخدم في التقويم هي ما تاخذ منه خمس دقائق، من كل مجموعه يطلع واحد واللي واللي جاوب اسرع، وكانت متعه داخل الحصه، يعني الطلبه كانوا يعني فهموا الدرس، وفوق هذا لعبوا، وفوق هذا حبوك. هذا ياخذنا الى الله يذكرها بالخير الصبوره الذكيه. سمعنا أصنع. عنها وما شفناها. الصبوره الذكيه ايش موضوعها؟ صعب صعب استخدام هذه الاشياء فيها لان هي بالتاتش نوعا ما. هي وينها؟ هي شنو دورها؟ ما ما تقوم هي ايضا بهذا الدور مثلا ايضا لتوصيل المعلومه بتكنولوجيا حديثه؟ تستخدم في بعض المواد ومفيده صراحه ما نقدر نقول ولا بالعكس مفيده لانه هي باختصار كمبيوتر وتقدر تكتب عليه بال هي الاقلام اللي هي التاتش نعم فممكن تخدم الدرس وما فيها يعني دمر يدك ما دمر يدك لا لا بالعكس بس خلينا نقول هل المعلمين قاعد يستخدمونها ولا لا احنا قاعدين نشوف الفصول عكسوا الصف يعني هذه هذه اللوحه الذكيه موجوده اعكس الطاوله على الناحيه الثانيه لا يعني ما ما قصدك كالي... ما يستخدمونها ما في استخدام حق الصبوره الذكيه. ال... في مشكله واحده اللي هي؟ اللي هي في بعض المعلمين لا يتقن تشغيل هذه هذه الصبوره الذكيه، ما يعرف يستخدمها. فلازم يكون في جهه تعلم المعلم كيف تعمل، يعني ما, ما موجوده وما حد قاعد يعني يستخدمها، فاذا كان في جهه تعلم ايوه خلاص على طول راح تشتغل ان شاء الله باذن الله. جميل. هل في عمل هذه الصبوره الذكيه؟ هل راح توصل المعلومة وحب الطالب وشغف الطالب للمعلومة بطريقة الأداء اللي شفناها بألعاب بسيطة جدا يمكن ما تتجاوز العشرين ثلاثين دينار أربعين خمسين دينار أنت تجيب كل الألعاب اللي توظفها في أدواتك التعليمية تستخدمها للطالب شوف الطلبة متفاعلين شغوفين المعلومة راسخة في ذهنهم يتفاعلون مهتمين مو هدف أنه يلعب فقط لا قاعد, قاعد يبذل مجهود المقابل قاعد يحرص على المعلومة يحرص على المشاركة بادوات بسيطه جدا تقليديه العاب يعني ما فيها ذيك التكنولوجيا الكبيره التكنولوجيا في المعلم اللي هو قاعد يوظف هذه الادوات لخدمه المعلومه والطالب اللي قاعد يحصل هذا بالضبط معك ما يحتاج الى صبر ذكيه المعلم باختصار هو اقوى اداه داخل الصف اذا كان المعلم يمتلك المهارات اللي هي ف... اللي تؤهله ليكون معلم فاعل يبقى لو ما عنده صبورة لو ما عنده ولا شيء يقدر يسكر الليتات عليهم ويقعد يعيشهم معاهم بصوته. فالمعلم هو الـ هو الـ هو الاكبر اداه داخل الصف. يبقى حتى الصبورة لا احد يقول لي والله عندنا اقلام وسبوره، يبقى تقدر توظفها ترسم عليها. فالمعلم يقدر يوظف كل شيء موجود داخل الصف بذكائه عن طريق والله انه يحاول يبحث، يقرا، يتعلم، فاذا تعلم هو يقول الطلبه يتعلمون، لا يبقى يا معلم تعلم قبل الطلبه. جميل الان هذا العمل اللي قمت فيه الله يحفظك خمس سنوات وانتم في هذا المجال <applause> الى كم ماده انتقل هذا الاداء او هذه الطريقه عندكم مدرستكم اول شيء مدرستنا الحمد لله يعني عندنا فريق العمل التعاوني الان كل المواد قاعد تطبق كل المواد تطبق زين كم مدرسه انتقلت هذه العدوى الايجابيه والله كثير مدارس ما اقدر احصي لك اياهم ولكن في ثانويه وفي اكثر من توسطة قاعد قاعد احاول وعلى فكره قاعد يوصل لي ان في معلمات قاعدة يطبقون وهذا شيء جدا مفرح يعني جميل انا سؤال لله. مرتبط بكذا سؤال المنطقه التعليميه اعتقد الجبريه العاصمه يمكن العاصمه العاصمه عدل المنطقه التعليميه العاصمه المنطقه التعليميه والعاصمه مهتمه بهذا اللي قاعد يحصل واللي قاعد يصير عندكم المدرسه وانت وصلتهم الرساله شنو كان موقفهم قعد <applause> قاعد والله عاد هني موقفه موقفه ما وصل لنا شيء لحد الان ما وصل لكم شيء خمس سنوات ما وصل لهم شيء المنطقه التعليميه لا بس بس بالعاصمه شو <applause> لا لا انا مو القصد ان نقول لهم شيء يعني بارك <applause> الله فيهم مجتهدين ايضا المنطقه التعليميه بالعاصمه وعندهم مدارس كثيره ودائما يطمحون الى تطوير الطالب والمعلم هذه الامور اليوم هذه رسالتنا للمنطقه التعليميه بالعاصمه قد يكون هذا اللقاء وهذا البرنامج يمكن يلفت إيه انتباههم وعندهم عندهم معلومه لكن <applause> احنا اليوم الاعلام سلط الضوء بشكل اكبر على مثل هذا الابتكار الجميل اللي فيه اضافه للمعلم وللطالب، نتمنى ان شاء الله احد المسؤولين المنطقه التعليميه العاصمه تحديدا، تابع هذه الحلقه وتابع الاستاذ عبد الله الصانع بمدرستكم المتوسطه بنين مدرسه احمد محمد السقاف، أه تاخذونه هو وفريقه وتعممون هذه الفكره على باقي المدارس، مثل ما ان هناك مناهج تطبق بشكل تجربه سنه اولى وسنه ثالثه، ايضا هذا يخدم هذا المنهج، اخذوه يا جماعه، عمموه. وفيديو مسجل وموجود نتمنى تعميمه والكل يستفيد راحه للمعلم وراحه للطالب يمكن عندك رساله بتقولها خاصه في هذا الجانب والله انا اقول رساله حق المعلمين والمعلمات يعني الطلبه هذيله امانه في رقبتكم يعني عيونكم <applause> شوفوا عيالكم فيهم فانت لما تعطي من قلبك والله باكر عيالك راح راح يجون مدرسين يعطونهم من قلبهم <applause> فالجزاء من جنس العمل فسبحان الله هذه زكاه عقودهم زكى على عيال الناس تجيك الزكاه من الله نعم سبحانه وتعالى. نعم سبحانه. أه سبح عبد الله نتكلم عن نقطه مهمه، اليوم لما طبقت هذا من خمس سنوات ردود افعال اولياء الامور، هل الطالب اختلف؟ اختلف اداءه بالاختبار، اختلفت نتائجه، ارتفعت النتائج عنده، صار في عنده حب للمعلم او حب لطريقه التعليم، هم مرتبطين بعبد الله شخصه أيه. ولا مرتبطين بطريقه التعليم لو قدم لي غير استاذ عبد الله. يقول لك اذا واحد حبك يتقبل كل شيء منك. صح. زين فكانوا الطلبه الحمد لله الحب من الله سبحانه وتعالى فكانوا يحبوني فحبهم لي خلاهم يندمجون مع الماده وسبحان الله درجاتهم مرتفعه يعني ما يعني في اذكر في طالبين تو عندنا امتحان قصير يقول استاذ ترى احنا ما درسنا يقول لك اياها من الحين احنا معتمدين على شرحك والحمد لله درجاتهم كانت مرتفعه فكان يعني تخيل الطالب الان قاعد يدخل الاختبار بدون لا يدرس معتمد على شرح المعلم وقاعد يجيب درجات زينه ها راسخ في ذهنه راسخ في ذهنه راسخ ذهنة في الطريقه هو يطلع من الحصه يسولف فيها في البيت حق اهله فيوني اولياء الامور يقولوا لي انت شو مسوي بعيالنا؟ <applause> عيالنا بس يسولفون عنك فكان فكان رده فعل اولياء الامور جدا جميله صراحه وهذا اللي يخليني انا قاعد استمر وقاعد احاول اعطي افكار جديده عشان توصل حق جميع المعلمين. اذا هذه الطريقه الهدف عند حضرتك اكيد اكبر ان هذه الطريقه فعلا في نقله نوعيه وفكريه في الطالب في تلقي لهذه المعلومه. شو اللي حسيته اليوم؟ اليوم غير الطريقه التقليديه في تلقي المعلومه يوقف ويشرح ويلا اكتب وسجل واحفظ. ادائك اليوم اللي تغير شاف يعني قاعد يعطيك انت جهد اضافي عليك، انت قاعد تتعب زياده غير الحصه اللي قاعد تقدمها. قاعد شف. تحضر زياده في البيت اكثر من باقي زملائك. لا. التحضير طبيعي هو. كل معلم يحضر ولكن في تحضير عن تحضير في تحضير تحضير يخدمني داخل الحصه في تحضير يدمرني داخل الحصه التحضير التقليدي داخل الحصه انا ما اقدر اشرح ولا شيء خلاص الطلبه الان مشغولين بغيري تلقى لي سولف اقعد بس اسكت فلان وعلان ولكن التحضير اللي هو الابداعي راح يخدمني داخل الحصه يخلي فيه تشويق وهذا هو التشويق التعليمي لما يكون المتعلم متشوق للمعلومه خلاص انت قدرت تضبط الصف لانك اضفت له شيء جديد. زين ما تخاف ان تتكرر معك الافكار ويكون في ملل عند الطلبه؟ الافكار ليس لها حد. <تصفيق> <تصفيق> طريقه ايصال المعلومة. حتى لو الفكره موجوده اقدر انا احورها حق اربع افكار مختلفه. ولكن الفكره الرئيسيه موجوده. فما في شيء اسمه والله خلصت او صار في تكرار، اذا صار في تكرار هو في درس اخر وليس نفس الدرس. فصار في معلومه مختلفه يعني، ولكن الفكره خلينا يعني موجوده، ولكن في افكار كثيره. استراتيجيات وافكار و, و هل قاعد تكلفك اموال طائله انا تكلمت قبل شوي عن الاموال يعني مثل الصبور الذكيه وغيره وكذا لو وفرنا مثل هذه الادوات هل قاعد توفر يعني تكلفكم اموال كبيره؟ ما لها داعي اموال هي الموضوع حتى الاستراتيجيات يبقى ورق اي 4 ما راح يكلفك ولا شيء، تقدر تسوي منه لعبه اللي هي اعلى برج وراح وس... طب... راح يورولهم اياها ان شاء الله بعدين، يعني فيعني هي اوراق اي 4 بطاقات تعريفيه كلها اشياء بسيطه تلقاها بالمكتبه زين فلاش ممري هذا ما ينفع وياكم فلاش ميموري واللي وزعتوه على الطلبه والناس لا فلاش ميموري ما يسوي <applause> ما له شغل ما لكم شغل <applause> طيب ما حاولوا يستعينون فيكم بتعليم يعني عمل دورات للمعلمين بلا في لهذا احنا <applause> داخل حتى داخل مدرستنا احمد السقاف قاعد نقيم دورات تدريبيه لكل لكل المعلمين الموجودين عندنا في يومين بالاسبوع تخيل كل احد وخميس عندنا دورة تدريبية لكل المعلمين، جميع المعلمين. مه. فهذه الدورة هي تزيد من تطوير أداء المعلمين داخل حصتهم وتعطيهم أفكار جديدة للتطبيق. فواحد يقول زين أنتم وين عندكم الوقت أنكم صحيح تقدمون دورات داخل المدرسين كلهم حص... عندهم حصص يعني. صحيح. احنا عندنا الفرصة الأولى. مه. 25 دقيقة نقدر نوصل فيها رسالة حق المعلمين. نجمعهم يعني في قاعة واحدة نقول لهم الدوره التدريبيه 25 دقيقه خلصوا يروحون يطبقونها على عيالنا في جميل مجموعة الثانيه يوم الخميس فنص المعلمين في المجموعه الاولى يوم الاحد ونص المجموعه المعلمين في جميل يوم الخميس شوف قواكم الله وبارك الله فيكم وهذا الشيء اللي يريح النفس للامانه لما يشوف إخوانه واهله من الكويتيين والكويتيات المعلمين الافاضل بارك الله فيهم هذا الاجتهاد اللي واضح ومبين لكن ما يمنعنا في نوع من الاحباط ممكن يواجهكم اكيد في ختام هذا اللقاء شنو هي الاشياء اللي تحبطكم وتحاولون انكم انتم تتجاوزونها او تتمنون من الوزاره أن تتجاوزها معاكم؟ آه الاحباط تقصده داخل داخل الميدان ولا كمعلمين انتم داخل الميدان في هذه الابتكارات انت تصنعها، اليوم انت قاعد تبتكر شيء جديد يسهل على المعلم وعلى الطالب والكل راضي، المعلم راضي، الطالب راضي، الاداره راضيه، اولياء الامور في الخارج راضيين على اللي قاعد يحصل، يعني شبابنا فيهم الخير والبركه المعلمين والمعلمات. صح. لكن ايضا في شيء يواجهكم نوع من الاحباط يواجهكم نوع من العرقله يعرقل هذه المسيره هذه الرساله اللي انا قاعد اقول لك شنو حاب توصلها للمشاهد الكريم او للمسؤولين بوزاره التربيه يتجاوزونها معاكم انا حتى اتمنى تنطلق انا اتمنى <applause> ان ما يطبق الان في مدرسه احمد محمد سقاف هو نموذج لباقي المدارس كلها في الكويت فلما ناخذ هذا النموذج والدستور المدرسه اللي قاعد تقيمه في في هذه المدرسه ويعمم في جميع المدارس احنا هنا قاعد نخلق الان مش مدرسه واحده في الكويت نموذجيه لا قاعد نخلي جميع مدارس الكويت بهذا ال... بهذا الرتم وهذا وهذا يجب ان يعمم من ال... من ال... من قبل الوزاره فتخيل لو كل مدرسه بالكويت هي نفس مدرسه احمد محمد السقاف لكان لكان ارتقى عندنا العلم والتطوير في في, في الطالب نفسه نعم <applause> جميل وترقى الامم بشنو نعم بشبابها بشباب بارك الله فيك استاذ عبد الله وشكرا <applause> جزيلا موفقين ان شاء الله وسعد جدا باللقاء معك استاذ عبد الله الصانع معلم التربيه الاسلاميه بالمتوسطه بنين احمد محمد السقاف شكرا جزيلا لك شكرا لك يا ابو تركي, أبو تركي العافيه شكرا الله يعافيك كل الشكر لضيفنا الكريم مستمرين معاكم بعد الفاصل احبابنا الشتاء الذي يمر على اخواننا واحبابنا النازحين في سوريا واللاجئين على الحدود يجعل علينا مسؤوليه كبيره للامانه ان نقف بجانبهم باي شكل من الاشكال ونعينهم وكان الله بعون الجميع وعلى مثل ما نقول الناس للناس والكل بالله وهذا شيء ليس يعني مستغرب على اهل الخير تحديدا اهل الكويت اللي جبلوا على هذا العمل وايضا الشرفاء المقيمين على هذا الوطن الطيب لذلك راح نسمع ونلتقي ونتحدث عن حملات ونرى بين فترة وأخرى مبادرات تطوعية وخيرية لإخواننا في فترة الشتاء تحديدا يعني يكون الشتاء جدا قارص في في هذه المناطق الليله سنتحدث مع الشيخ الفاضل عود الخميس وهو رئيس لجنه زكاه كيفان جمعيه النجاه الخيريه ونتكلم معه عن احدى هذه الحملات لكن في البدايه راح نسلط الضوء على لقاء او تقرير هذه الحمله بعد ما ارحب بضيفي الكريم مساك الله بالخير شيخنا حياك الله حياك الله حياك الله مرحبا سعداء بلقائك احنا اسعد الله يحفظك الله. راح نتابع ونطلع مع المشاهد الكريم نشوف بعض التغطيات هذه ونرجع ان شاء الله, الله. الله. ونتحاور معك ونشوف مع بعض ونرجع لكم زميلو يعني ما نقول الا كان الله في عونهم ورفع الله هذه الغمه عن هذه الامه ونسال الله العفو والعافيه والمعافاه ونسال الله السلامه للجميع مشهد ومنظر مؤلم للامانه لكل انسان بغض النظر عن توجهه بغض النظر عن ديانته بغض النظر عن اي شيء الانسانيه بذاتها منظر ومشهد مؤلم لكل انسان قلبه ينبض بالحياه هذه المشاهد تتكرر لنا سنويا نفس هذا المشهد البعض قد يرى هناك أموال تدفع طائلة لماذا ولماذا يا أخي إما أن تقل خيرا أو لتصمت سأترك باقي الحديث إلى ضيفي الكريم وسعيد بخير مرة ثانية مساء الخير شيخنا الفاضل حياك الله جزاك الله خير. الله فيكم الله وأترك لحضرتك الكلمة فيما شاهدنا قبل قليل للمشاهد الكريم ومن ثم ننطلق مع أسئلة طبعا إن شاء الله. يعني يعرف المشاهدون منذ أن بدأت الأزمة نسال الله ان تنفرد ان شاء الله, الله. طبعا لاعتبارات كثيره خرج كثير من الشام او من سوريا بالتحديد الى ثلاث دول اللي هي الاردن وتركيا ولبنان نعم. طبعا لا شك هي معاناه كبار السن والاطفال خصوصا في بدايه موسم الشتاء نعم. ولذلك يعني منذ الازمه تحركت جمعيات الخير في الكويت منها جمعيه النجاه طبعا زاد النشاط حينما يعني تفضل صاحب السمو بعقد مؤتمرات مؤتمرات المانحين في الدول نعم كان يعني فتح ابواب للعمل الخيري في الكويت نعم جميل الناس قد تتساءل شيخنا الفاضل ان هناك اموال سنويا يعني او شبه سنويه تدفع الى اللاجئين نعم. سواء من افراد من جمعيات خيريه او حتى على مستوى الدول نعم. يقول لماذا لم تكتفي يعني ما سد الحاجه كل هذه السنوات اللي فاتت ما سدت حاجه هذه الناس كل سنه محتاجين نفس التبرعات طب يعني كيف نجيبهم طبعا شوف كل فتره في ناس تخرج نعم. والحاجات هذه يعني مع الزمن تستهلك نعم. وبعدين يمكن الناس ينظرون فقط الى جانب يعني انه والله بيته وكذا حاجات الانسان كثيره كما تعرف نعم يعني عندنا احنا نشاط في مجال الطب والدواء في مجال الاغاثه يعني المواد الغذائيه في مجال التعليم يعني ليس المساله مساله خيمه وسكن فقط نعم لا الحقيقه هناك تتبع هذه الاغاثه انشطه كثيره يعني الان مثلا لما تحط لك خيمه انت بعد مده تستهلك صحيح. لما تعطي بطانيه تستهلك وبعدين في اعداد تخرج ما زالت الى الان فاحنا كل في بدايه الشتاء الجمعيه مشكوره تقوم بعمل حمله لاستجلاب الدفايات اللي هي على الغاز والبطانيات لي يعني شوف سبحان الله يعني احنا لما نروح وقت الشتاء مثلا في تركيا او في الاردن يعني احنا يعني مثل ما يقول نتحصن بكل ما نملك من لباس وين في تل... في البر هنا تطلع بالبر في البر ما تقدر هنا عندك هنا تطلع بالبر ما... يعني ما تقدر السنه الماضيه احنا كنا في مواقع في الاردن نعم. يمكن كان الثلج الى نص قصان الشجر صحيح فكيف يعني انت احنا جايين بكل لباس ومثل ما يقول متلبشنين وكذا نعم. وهذا الرجل الكبير او المراه الكبيره او الطفل يعني الحاجه ما ما تنتهي الحاجه الحاجه ما تنتهي طيب هل في تعاون بين حضرتكم وباقي اللجان الخيريه حتى لا ياتي كل لجنه بنفس الحاجه؟ هل في تنسيق بينكم؟ هو طبعا في في الكويت هنا الان طبعا صار من مده يعني اشرت جمعيه اسمها الجمعيه الكويتيه اللي نعم. هذه الجمعيه هي تمثل جمعيات النفع العام بالكويت. ويتم ان نشاط عبر الجمعيه الكويتيه اللي غاثة اذا ويتم التنسيق, ويتم التنسيق يتنسق ما بينكم يتنسق بي انت ابي منك ملابس انت ابي منك اكل انت ابي منك ادويه أنت هي, هي الحقيقه ترسم حملات مم. يعني الجمعية الكويتيه ممثليها رؤساء الجمعيات الخيريه في الكويت اه اذا عندهم اجتماعات عنده وعارفين طبعًا اولوياتهم عارفين شنو احتياجاتهم طبعا عارفين اللي بيتعاون معاكم من الخارج شيخ عبد هو دائما الدخول عن طريق الأونلاين عندنا الموقع مال الجمعيه على طول يدخل فيه بالداخل او بالخارج وطريقه التبرع اللي تقبلونها اذا هو, هو في الداخل او الخارج ممكن يدخل على الموقع جميل اذا يحب يتبرع في اما في الجمعيه او في فروعها جميل طرق التبرع اللي تقبلونها نقديه عينيه يعني نتعامل بالشيكات وبالكنت شيكات تقبلونها وكنت ايه نعم, نعم. هذه وسيلتين على طول يعني نتعامل فيها مباشره تقبلون فقط اموال يا طبعا أموال في البداية كنا نستقبل لكن صار مسألة النقل وتكاليف النقل والمشاكل صارت آه. إيه؟ الآن إحنا طبعا لما نتلقى أموال نشتري من المكان نفسه من المكان نفسه مثل ما يعني تكلف نفسك نقل وتكلم نفسك إيه؟ تشتري الخيام من هناك تشتري مواد غذائية من هناك الأدوية والعلاجات من هناك ما, ما في أي استغلال هناك الأسعار تكون مثلًا مدوبلة الأسعار هناك والله شيء تعرف لا بد في أيام الحروب لا يعني معروف في أيام الحروب شوية لكن إحنا يعني لا نذهب بأنفسنا نباشر عمليه الشراء ونحاول نوفر اكبر قدر من ال يعني من كان الله في عونكم وقواكم الله, يعني الله لكن بدانا طبعا حتى الاستغلال في الانسانيه هذه طبعاً مصيبه طبعا يعني تعرف, في تعرف انت الحروب يحصل فيها مثل هذه المسائل فاحنا الان ان شاء الله بدانا في تكوين حمله م. اغاثيه للشتاء هي الحق راح تكون بطانيات ودفايات ها اذا راح تستقبلون عيني ولا لا لا فلوس لا اموال اموال نشتريها اموال وتشترون نشتري هنا. هناك يعني مثلا في البر اما تستخدم خطب إيه؟ حطب إيه؟ او عندهم دفايات غاز هم دفايات على الغاز صحيح صحيح الكهرباء إيه؟ ما عندهم كهرباء في والغاز غالي يعني المشتري إيه وكذا شو مشتري طبعا على الغاز مو على الغاز لا على هي على الغاز مش على على لها انبوبه غاز خاصه غاز انبوبه غاز خاصه فيها خاصه فيها إيه؟ يعني الناس الانبوبه بس خاصه فيها جميل ايه طبعا هذه الحمله راح تركز على الامور الثلاثه اللي متعلقه بالشتاء طبعا ايضا يضاف لها احنا نركز على الملابس الاطفال تعرف الطفل في البرد صحيح عاد يحتاج الى تدفئه اكثر فهذه يعني الاصناف الاربعه اللي بدات الجمعيه في تجهزون لها تجهز لها آه لاي طبعاً يوم تقريبا كم يوم عندكم مفتوح احنا يعني يمكن في نص ديسمبر طبعا احنا عندنا دائما يروح وفد تركيا وفد لبنان وفد الاردن يعني ثلاث مجموعات كل يعني تقوم بتقديم يمكن تقديمه من اهل خير من الكويت نعم على حسب طبعا في مكاتب هناك لان الجمعيه لها مكاتب مم الجمعيه نجاة لها مكاتب في هذه الدول نعم المكاتب هي اللي تقوم بالاعداد والتنسيق واحنا نكون عمليه اشراف وتوزيع نعم أه في اعداد عندكم احصائيه في الاعداد اللي محتاجه هناك اللي رايحين لها انتم؟ طبعا عندنا يعني عندنا مثلا خذ يعني يعني هذه الرحله راح تشكل الرحله الاغاثيه للجمعيه السادسه عشر ما شاء الله نعم من بدات الازمه الرحله السادسه عشر ما شاء الله لعمليات الاغاثه الأعداد اللي رايحين لها شيخ الاعداد هي الحقيقه مخيمات اكثرها مخيمات مخيمات وبعضها يسكن بعض اطراف المدن لكن في المخيمات م. يعني مثلا عندنا احنا الحقيقه غير عمليه الاغاثه عندنا انشطه كثيره مدارس وكفالات ايتام ما شاء الله يعني شوف يعني ممكن تقريبا 7200 يتيم مكفولين من سوريا انا اقدر ادخل على الموقع اللي هو موقع جمعيه النجاه عن طريق جوجل حصل في كل المعلومات موقع جمعيه النجاه واختار انا اللي ابي هو, هو طبعا من مشاهدينا الكرام بس اللي حاب يدخل على هذا الموقع وظهر لكم على الشاشه تقدر تدخل هذا الموقع وفي شريحة اختيارات شرائح مختلفه نعم كفاله يتيم أي اختار تبرع لبطانيات نعم ودفايات مساجد ابار تبرع ايتام اي, أي نشاط هو يختاره يدخل على الموقع وايضا موجود على تويتر وعلى الانستغرام وموجود على مواقع التواصل الاجتماعي والمبلغ مفتوح عندك مفتوح م... في حد ادنى لا بالنسبه للكفاله اليتيم محدد اللي هو مثل اليتيم الكفاله الشهريه 15 دينار نعم اما بالنسبه للمشروعات لا على حسب قدره الانسان واليتيم انا اختار باي بلد, بلد والامور نعم الدول كلها في اغلب الدول يختار يختار البلد ويختار الجنس ويختار السن يحتاج حضوري عندكم ولا عن طريق التليفون فقط اقدر والله اذا حب هو ياتي مثلا يبي يكفل سوريين مثلا احنا عندنا ملفات لهم هو يختار باختياره نعم باختياره يقول انا ببنت أبي بعمرها أبي كذا بولد أبي, ابي كذا وممكن انا اترك لكم انتم الاختيار على حسب إذا الحاجة الأولوية الموقع هو يكتب مثلا لو دخل قال ابي يتيم سوري بنت خلاص احنا نحدد حسب طلبه لكن دائما نفضل حقيقه الحضور لان الحضور يشاهد بنفسه يعني المستن يعني كل ما يتعلق بأوراق نعم اليتيم وكذا ويختار هو لكن تحديدا اليوم في موضوع الشتاء اللي حملتكم يعني راح تنطلق 15 ديسمبر تقريبا راح تروحون حتى 15 ديسمبر الان لا هو مفتوح ما, ما نوقف احنا فيه الحق لكن احنا دائما نحرص نحط فتره زمنيه علشان نجهز الامور هذه في مكاتبنا اللي بالخارج. شيخ اللي يبي يتبرع مفتوح شنو يختار بالموقع؟ حق حق التدفئه تحديدا؟ عندنا حمله اغاثيه اي شيء يتعلق بالاغاثه دواء آه بطانيات تدفئة هاي ثلاثه عناصر اللي في الحمله هذه. م. يعني يختار يقول البطانيات موجود. ها يختار موجود بطانيات. اي بطانيات تدفئه م. موجود تجفية. اذا قال مثلا مبلغ عام م. عام يعني عام يخصص حسب والله يفترض عام وانتم اللي تقسمونها اي يعني عاد احنا ننظر طبعا بعضهم يركز على جانب جانب معين اي بعضهم يقول مثلا انا ممكن بعضهم دفع هني وهني اي بعضهم يقول لك انا بطانيات مثلا م. يعني ينظر لا شك يعني كل ما تقدم الانسان من الخير لكن إذا ما حدد هو التوجيه احنا نشوف الحاجة وين موجودة تمام وبعدين نشوف خصوصا في الشتاء تظهر أمراض معينة في الشتاء صحيح تحتاج إلى أدوية معينة فاحنا نركز على هذا الجانب أيضا في أدوية في أدوية بالنسبة للأطفال تعرف الأنفلونزا ما كبار السن, وغير كبار وغير السن نعم. تمام يحتاج إلى أدوية معينة في الشتاء صحيح فهو أه هي هو له الخيار في حد أدنى للتبرع مفتوح على حسب طاقة الإنسان من دينار إلى حسب ما يشاء وعلى طوال السنه مو شرط 15 سنه طول السنه, طول لا السنة لا لأن حملاتنا احنا مستمره بس لما يأتي الشتاء ايه تكثفون شوي مكثف الاول طول السنه اه اه المشاريع الاخرى ايضا اللي تقوم فيها جمعيه النجاه ذكرت قبل شوي مدارس اه ابار مياه نعم وادويه نعم وملابس وغير على مستوى التنميه البشريه هو هل قاعده تعلمونهم شيء حتى هو مثلا يعين نفسه بنفسه بعد الله سبحانه نشاط الجمعيه الحقيقه متفرع في الداخل والخارج يعني ليس في الخارج فقط يعني اعطيك يعني انشطه اربعه داخل الكويت نعم مثلا معروفه لجنه تعريب الاسلام صحيح هذه احدى جمعيه النجاه نعم ولا انشطه في الدعوه لغير المسلمين صحيح عندنا مثلا المخيمات الطبيه كل فتره على اربع فتره في السنه تقيم الجمعيه مخيمات طبيه لعلاج العمال الوافده في كبد في الصبيه في كذا عندنا لجنه العلميه هذه تتبنى تكاليف الطلبه الغير قادرين في المدارس الخاصه بالنجاه او او المدارس الاخرى تتحمل رسوم هؤلاء الطلبه وعلى راسهم الايتام او الفقراء تتحمل رسومهم جميل هذه الجمعيه عندنا ايضا جمعيه تهتم بالقران وحلقات القران و بارك الله كله هذه كلها داخل الكويت اما بالخارج انشطه كثيره بارك الله فيكم سعد جدا باللقاء مع حضرتك بارك الله فيكم و بارك الله في جهود باقي زملائكم العاملين الله في جمعيه النجاة و نسال الله العلي الغدير ان يجعل في ميزان حسنات الجميع يا رب, رب اترك كلمه الختام لحضرتك الى كل من يشاهدنا والله يعني دائما نحن نقول نتوجه بالشكر اول الى الله ثم الى صاحب السمو اللي هو فتح هذه الابواب نعم وطبعا لا شك كل هذه يصب في ميزان حسناته وطبعا الكويت دائما في راس الدول التي تتسابق في عمل الخير. نسال الله ان يزيد في هذا الخير آمين وان يجعل أهلها دائما سباقون لمد يد الخير. اللهم امين والله لا يغير علينا الا دائما الى إلا الافضل والاحسن ان شاء الله. للحمد شكرا جزيلا شيخ عبد الخميس رئيس لجنه زكاه كيفان جمعية النجاة الخيريه شكرا جزيلا. حياك الله. زي الله خير كل الشكر لضيفنا الكريم مستمرين معاكم بعد الفاصل. يعني تذكرون هذه كذي كنا ما ما نولع الصوف هذا كانوا بس يضغطون الحمر هذا يكبس من بعيد والثاني يكبس له و... واشارات عندهم لغه الاشاره من قبل حياكم الله اليوم راح نتكلم عن جميع او جمع المقتنيات الاثريه والقديمه واللي صارت الامانه واصبحت هوايه للكثير من الناس وفي نفس الوقت هي يعني هناك من يملك بعض هذه المقتنيات القديمه ويروح مزاد ويسمع عنها ترفية يا جماعه في مزاد على المقتنيات يروحون ويزايدون وياخذونها باعلى واغلى الاثمان الامانه. ولها اهميه ولها خصوصيه ولها جماليه خاصه فيها. اليوم راح نتكلم ونتعرف على اغلب المقتنيات اللي موجوده معنا مع شخصيه جميله اهتم بالجانب التراثي ويعشق هذه المقتنيات القديمه وراح نتعرف معه على اهميتها وتفاصيل كثيره وعمرها وكل هذه الامور باسمكم مشاهدينا الكرام ارحب بضيفنا الكريم أه أه الباحث بالتراث الاستاذ فهد الزعابي مساء الخير استاذ فهد مساك أه الله بالنور الله مرحبا فيك مساك الله بالنور يا ابو تركي وساعة مباركة ومسي عليك ابو تركي ومسي على الساده المشاهدين ساعتك ابرك وبارك الله فيك الحين كم دفعت بالجمع؟ والله ادفع أه ها؟ كم دفعت للحين؟ الشيء اللي تحبه في خاطرك ادفع ادفع بارك الله فيكم الحين المقتنيات اللي عندك ايش كثر؟ للحين صرت ليه عندك شيء بعد ما خذيته وتبي تاخذه ولا تقريبا كل شيء عندك؟ والله ابو تركي على قولة المثل الكويتي يقول اولها دلع وبعدين ولع ولع اي فانا تولعت فكل قطعه اشوفها خلاص اذا اذا دشيت مثل ما تفضلت موقع انستغرام ولا اي مكان حضرت فيه مزاد مثل ما تفضلت على طول لما اشوف قطعه اكيد أدش في خاطري اقعد أتابع لين ان شاء الله اقتنيها مع العلم انه يعني هال يعني يعني فيها خساره بس يعني مدام ايه ما دام اني احبها ما في مشكله ما في مشكله عندي ما خساره لمتتك الشخصيه اكثر شيء قريب لك تحبه يذكرك في ذكرى مخصصه لك انت من القطع الموجوده؟ من القطع اللي عندك بشكل عام في شيء شيء قديم يعني تعبت عليه ما حصلته وفي شيء لا والله البسيط اللي هو المتعارف عليه القطع اللي بالكويت القطع انت تدش يعني مجاله في الكويت توصل برا انتيك فكل ما تعمق كل ما آه ابي شغله انت تحبها على المستوى الشخصي، فهد يحبها على المستوى الشخصي. وايد والله عندي، إيه؟ في انا يعني عندي مثل وثيقه هذه وايد حلوه. اللي هي وين هي اللي هي هذه. اذا إيه؟ تاخذ الله يحفظك. هذه وثيقه بتركي تركي. إيه؟ تقلبها كذي شوي عشان المشاهد يشوفها معانا، ايوه خلقها هذه وثيقه انت عارف قصه سفينه تايتانيك. عدل. تايتانيك اللي 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 صنع السفينه حاشا شيء من الغرور. فقالها السفينه هذه ما تغرق و يعني وصارت يعني يوم ابحروا فيها ف كانت يمها سفينة ألمانية حذرت تايتنك قالت حق تايتانيك اللي الربان اللي فيها أن تحذروا في قطعة ثلج لا تصلب من ما طاع صارت الكارثة فأنا عندي هالوثيقة البرقية اللي تم إصدارها من سفينة تايتانيك الى اللي هو المكتب اللي هو الهايدرو اللي هو المسح البحري في واشنطن تفيد والله أنه صارت اللي هي الماساه بقيه الاغاثه بقيه الاغاثه الـ. فتقول والله اشوف امريكا فيا تايتانيك اند كيب برايس طبعا هذه تاريخها 1912 طبعا هذا اللي قلت لك عندنا المكتب الهايدرو اوفيس واشنطن امريكا باست تو لارج ايسبرج وهذه الاحداثيه القديمه اللي فهذه صوره عنها ولا الاصليه؟ هذه حصلتها انا طبق الاصل. هذه صوره طبق الاصل؟ اي طبق الاصل. مو الاصليه، هذه صوره طبق الاصل. طبق الاصل, آه طبق طبق الأصل, الأصل بس طبعا يعني من النوادر نادره. من النوادر نادرة. الصفحة الصفحه اللي وراها؟ اللي وراها طبعا تفاصيلها اللي قلت لك عنها يعني اللي جيرمن قالت حذرتها. فجدا من النوادر هذه ومعتز فيها يعني صراحه. كذلك عندي يعني اذا في تشوف يعني عندنا مثل العملات النقديه. ترى بتركي يعني الهوايه هذه وايد اختصاصات فيها اي صح يعني تقول على اللي يحب العملات اللي يحب الطو... هوات الطوابع جمع الطوابع اللي عنده الانتيك الى اخره من ال... هل... انت شو تحب؟ انا والله احب يعني اشمل اشوفك شامل ما شاء الله كل شيء كل شيء, شيء ودي يعني اخذه العملات السالفه العملات النقديه عندنا مثل هذه هذه عملة الحين لما يشوفونها الساده المشاهدين بتركي هذه عمله ولا ماشي؟ ماشيه تشوفها تقول تقول ماشيه شعر ماشي. اي واحد يشوفها يقول ماشيه شعر هذه اسمها طويله الحساء. طويله طويله الحسة الحسة الحسة, الحسة ايه الحسة ما غير الحسة السعودية فهذه العملة هي عملة طويلة الحسة ويسمونها عملة بني خالد فطبعا هي من القرن الثامن عشر تم تداولها بين اهل الكويت والسعودية فترة 50 عام 1700 القرن الثامن عشر إيه؟ فهي ثلاث انواع في ذهبية وفضية ونحاسية الذهبية شوف يعني شوف الاختلافات في السعر شلون الذهبيه تعادل 30 فضيه والفضيه تعادل 30 نحاسيه. وهذه آه اللي بيدك نحاسيه؟ اي هذه يعني مكتوب عليها شيء منقوش عليها شيء. لا لا منقوش عليها فيها بعض اليونانية. يونانيه؟ يونانيه عمله يونانيه. كم تسوى يعني كم يعني قيمتها الفعليه اليوم لو بحكي عنها هالنحاس؟ والله شوف في ناس عندها قناتها من اهل يعني يروحون الحسا. تحصل بس الحين صارت نادره تلقاها في متحف العثمان تلقاها في بعض الناس لا اقصد كم تعادل بالدينار اليوم يعني يعني بالتعامل اليومي انا يعني هذه قبل شنو اقدر اشتري فيها؟ هذه شو اشتري فيها؟ تشتري فيها يعني انا قلت لك سعرها يعني اللي هي ذهبية تعادل 30 يعني هذه النحاس هذه لو اروح فيها السوق وارجع بذاك الوقت القرن 18 شو اشتري فيها؟ ما ادري ابو تركي <تصفيق> <تصفيق> ما ادري <applause> طيب ما عندك لكن هذه ايه هذه عندنا الربية عندنا طبعا هذا, هذا روبية يعني بالكويت إيه قبل عندنا إيه فلس اماره الكويت فلس اماره الكويت مو دوله الكويت اماره الكويت كانت اماره اماره, الكويت إمارة, الكويت إيه بس ثبتها شوي ثبتها شوف المشاهد بعد اذنك خليك ثابت شوي بعد اذنك ايوه مثل قبل شوي ايوه خليك ثابت شوي هذا فلس اماره الكويت الكويت مكتوب عليه اي سنه؟ إيه والله انا يعني شوف يعني بس بين اكيد كم سنه بس مكتوب عليها اماره الكويت طيب قديمه طيب كذلك, وبعد؟ كذلك, عندنا يعني العملات القديمه اللي هي ما البيزه والربيه طبعا يعني انت قلنا على طوله الحسا بعدين يا لنا مساوي يعني ريال النمساوي بعدين عقبها اللي هو اللي عليها صوره الملكه فيكتوريا ربيه يسمونها ام بنت نعم ام بنت, يعني بنت بعدين يا العملات النقديه سنه عام 1961 صدر عندنا عاد الاوراق النقديه في دوله الكويت وهذه هذي اللي 39 هذا الدفتر اهدي لي طبعا من العم الله يحفظه عبد الرحمن عبد العزيز عبد الله العبيد ابو فهد الله يحفظه فهذا الدفتر من عام 1939 ل 1954 احمد اليابر الله يرحمه المغفور له الشيخ احمد اليابر نعم اللي هو شنو؟ دفتر, دفتر معارف الكويت شنو؟ دفتر, دفتر معارف الكويت احتفظ فيها الرجال ودون فيه البناء ما البناء الامور اللي الباستيل الشغلات يكتبها داخل الله فلو تشوفه تطلع عليه يعني قلبك يعورك جميل هذا من 39 ل 54 ل 54 هذا معقوله كان عندنا موجود؟ اي يعني هذا موجود ولا اوروبي هذا شوف كله بالافلام الاوروبيه شفناه بدرب الزلق بلاغ بالرجاسه <applause> شفناه ذاك اسود باسود هذاك وينشال من فوق كذي سماعته ابو تركي في انواع وايد يعني هذا كان بالكويت يستخدمونه ايه اي ايه في انواع وايد اهل الكويت ما يخلون شيء ما شاء الله يحبون يعني كل <applause> كل واحد يعني يحب القطع الجميله في بيته انا عندي هاللوحه هذه يمكن اذا المشاهد الكريم يشوفها معي قول لي ايش قصه هاللوحه استاذ فهد هذه لوحه <applause> العلمين هذول علم حكومه الكويت لوحه السياره فطبعا <متحدث> على مدار دوله الكويت فنزلت عندنا لوحات كثيره صحيح. لوحه حكومه الكويت اللوحه السوداء واللي بعدها واللي بعدها في لوحه اللي هي الارقام واعلانيه الاحرف واعلانيه المحاف... المحافظات هم. فهذه قديمه نادره والله ثقيله والله مو هينه والله ها كم خذيتها؟ والله اقتني تسجل ولا تنسى؟ ادفع تدفع بس وتنسى في عندنا يعني بعد هذا شوف هذا السمكه هذه ما ما شنو هذا ميداليه هذه ميداليه وسمكه ها هذه ميداليه كانت بالكويت منتشره اي كانت في الفضيه والذهبيه قديمه هذه لا والله هذه مو ترى تيجي بس انا احبها ها يتهب عندنا بالكويت فتره ايه من الفترات والكل يقتنيها ميداليه بسمكه ايش سالفه القبقب هذا انا اعرفه القبقب يسمونه صح؟ لا هذه <applause> انا اعرفه شغلات تركيه هذه يعني ما الكويت بو تركي بديناها احنا بالكويت فانا لما اسافر برا هذه كنت رايح سويسرا مم. ففي سويسرا منطقه اسمها انترلاكن قبلها منطقه اسمها تون عشر دقائق نعم فهالمنطقة كل شهر بتركيا يسوون معرض حق التراث الله هي تمشي صدفه انت مو عارف بالصدفه يا ولا على حظي ان هاليوم عارفين انك عارف عارفين والله <تصفيق> على حظي ما ادري إيش. سبحان الله فحضرت انا فشفت قاعد طالع التراث القديم عندهم هذا اوروبا فطبت عيني على القطعة أزكب الله الحذاء هذا فهذا صنع بالإيد, بالإيد قديم أيه فلو تشوفه تركي شوف ثقيل ترى ها واخذ مني وزن ثقيل والله مو شوف صناعته والجلد مسامير تحت سامير حق الثلج طبعا يعني إيه هناك كلها إيه ثلوج عندهم يعني كم عمره هذا قديم قديم فشوفه شعلاته ها يعني هذا شغل سويسري سويسري اي بس خليك ثابت الله يحفظك خليك ثابت كذي على اساس يشوفون المشاهدة هذا شغل سويسري ما, ما هو شغل كويتي لا لا سويسري ممكن تشوفه من تعب شو بعد اذنك تقلبه أيوة. بس بعد هذا المسامير حق الثلج والله شغل يدوي يعني متعوب كويه. عليه كويتي خلي هو ما خل حطة الكويتي عاد شوف انا هبي بسكويت ها هذا بسكويت بوزيد هذا بسكويت هذا بس ساره راح يقوم بس مخرجتنا عشان ايوه طيب <تصفيق> <تصفيق> الله هذا يسمونه بسكوت السعاده بسكوت السعاده ها ايه ولا هذا اقدم من السعاده هذا شوف انا هذا عندي له قصه ايه اقتنيت واحد شوف بالتركي السوق ترى حتى بالسوق في اقتنيت العلبه هذه فيوم في اخذتها ايه طلعت يودونها الصين ويسوون كوبي عليها نفسها ها سو فرع قديمة. السيت لين جبت لي الاصليه اللي يجيك هذا الاصلي هذا الاصلي <سؤال> هذه اصليه هذه الجديده تلقى لونها أح... شويه زياده أح... احمرار فيها في احمرار زين هذه مو فاضيه ومسكره هذه فيها داخل بسكوت انا تعست فيها شغلات ها شو طيب. الحين يحب بسكوت موجود لا داخل خلاص بس ف... <تصفيق> 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 لكن هذا هذا بسكوت السعاده اللي يسمونه إيه؟ بسكوت السعاده <applause> هذا السعاده ما غيره اي هذا ما في اسم سعاده هابي هبي والله هابي <applause> هابي يعني سعاده اي والله هابي اي والله هابي حولوه السعاده من ورا مكتوب بالصين هنا اي صح كان صناعه الصين يعني؟ اي وحتى بالترجمة هابي كاتبين يعني مو كاتبين بسكوت السعادة احنا اليوم <applause> <applause> ذاك الوقت ما اعرف هابي شنو معناته الظاهر <applause> فكاتبين هابي بسكويت لا بسكويت محشي مع الحليب وكان سعره هذا كم عمره هذا؟ وي كم عمره يعني بالستينات سبعينات تقريبا سبعينات ستينات و وكان سعره رمزي ها بسيط الحين شوفها كم كم <applause> كم خذيتها؟ والله هذا تقريبا يعني بالسوق 50 50 دينار 50 ل 100 دينار وكل ما لا يرتفع سعره اكيد كل ما عتج هذا كل ما أه زاد زاد سعره إيه؟ طيب وهذا هذا الـ هذا الابريز هذا الابريز خلينا على هذه ها غير إيه 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 هذه ها قلاده طبعا الملك فيصل الاول مو قلاده يسمونها وسام وسام هذا وسام؟ اي وسام عن شنو بالضبط؟ وسام اللي اي وسام يعني اوسمه ونياشين إيه؟ اوسمه إيه؟ ونياشين شوف مكتوب عليه لو يشوف تحط إيه؟ الزوم الكاميرا إيه خلي يدك ثابت ترى لا تحركها بس إيه يمكن فيصل الاول ها فيصل الاول اي شوف الملك إيه؟ فيصل الاول الهاشمي فيصل الاول الهاشمي مكتوب عليها وهذه نحاس تعتبر اي هذه نحاس قديمه وطبعا اصليه هذه مو مو نسخه إيه 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 شلون <شنوح> حصلتوا عليها يعني هذه مالت من مقتنياته يعني ادور والله اشتري والله ما تعتبر من مقتنياته الخاصه في تلقى كل مكان بالسوق حتى لو الاقي بالسوق مقتنيات خاصه لملوك وامراء يعني يعني وسلاطين نعم يعني يعني حتى حتى الفنانين اذا تلقى حق عبد مثل عبد الحليم حافظ تلقى له شغله حتى م. الفنانين ها في كل شيء يعني تلقى له شيء يعني كل شان مميز او شان مشهور او صحيح ملك هذا صحيح, لا صحيح لا في ناس للمشط الخاص فيه في ناس مسجله اللي خاصه فيه في ناس خواتم في قبل ناس قبل ابو تركي 10 ايام رحت السوق اللي هو الحراي هذا مال سوق السكراب ايه فسولت ادور قطعه قديمه حق لقيت صدق واحد عنده دفتر الله يرحمه الشيخ يابر الحمد الله يغفر له الله يغفر له الشيخ فقلت له معود دفتر, دفتر ها مال سياره باسمه ايه في عندهم شريته خذيته ما ما رضى ما رضى يبيعه عنده ما رضى اليوم بالكويت احنا محتاجين الان احنا تعرفنا على بعض المقتنيات اللي موجوده عند حضرتك ولا مع يعني ما قصر الاستاذ فهد الزعابي كان جاي يعني معاه شغلات كثيره والله ما قدرنا نحطها كلها فشكرا جزيلا لك الشيء اه الثاني اليوم انتم شنو محتاجين على المستوى الشخصي هل محتاجين معرض سنوي يحتويكم هل انتم محتاجين دعم من جهه معينه بالدوله تدعمكم في هذا في هذا التراث تشاركون فيه للخارج مثلا تعرفون الناس على التراث الكويتي اليوم أنتم شنو محتاجين بالضبط محتاجين الى اتحاد يجمعكم والله بتركيا عندنا يعني احنا يعني وزارة الاعلام ما تقصر دوله الكويت آه فعندنا عندنا محلات انا عندي محل في يوم الوروث الثقافي في يوم البحار فاعرض حق الناس اهل, أهل الكويت اهل الوافدين يجون يشوفون تراث الكويت فلا والله مو مقصرين وزاره الاعلام الحكومه هم كذلك عندنا اهل متاحف آه في حتى في جهود بسيطه جهود فرديه بسيطه انا قبل كم يوم اللي هو في معرض اكسبو، جمع مجموعه من الشباب يسوون معرض، يعني في في دعم لهم، في في ناس تحبها التراث. انما حتى في بس انه في يعني لو ودي يعني والله على انه وزاره التربيه. اكسبو ابو مالك بارك الله ابو مالك شفت انا وايد حلو، يجمع الناس وكل واحد يعرض عنده. بارك الله فيك طيب يعني بارك الله فيهم طيب يعني كان معرض جدا جميل وجدا راقي وكلكم كنتم مجتمعين. وصراحة إحنا فرحين يعني لما شفنا هذا الأمر كل واحد يقدم مقتنياته وكل شيء أجمل من شيء يعني فبارك الله فيكم كلكم بارك الله في جهودكم تشاركون أه بالخارج على مستوى الشخص تشارك برا نعم يشاركون في شيء أه بالنسبه لك استاذ انا والله ما شاركت لاني انا حكم عملي ما طلعت لحد بس ما أحب انا حر هني بالكويت روحي يعني كلها حر يبلغونك يتصلون مسويين لكم جروب يا جماعه ترى في مزاد اليوم الفلاني كذي في الموروث اللي يصير يعرضون علينا هذا اذا لك رغبه تروح بالعكس اقول لك في تعاون في دعم ما قطعت شيء؟ تروح لا زاد تبيع؟ ابد ما في حد ما, ما يبيع يا ابو تركي ما ابيع ما قطعه واحده بعتها حق شخص وت... يعني ودي اعس عليه اخذها منه بس مو راضي <applause> نفسك فيها يعني نفسي فيها, يعني فيها ان شاء الله يسمعك ترى نفسك يدري هو يدري عارف ايه هو رد له هو صاحب في التاريخ وصديق عزيز علي يعني يدري جميل عشان اعطيته اعاره يا اخي وبعدين تردها تاخذها خلاص خذها عليه بالعافيه طيب القطعه هي عزيزه عليك ولا لانك انت انسان ما تحب تفقد شيء ملكته بطبعك يعني ولا هذه القطعه عزيزه جدا عليك اللي بعتها هو شوف لما انت تملك شيء و لما مثل ما تفضلت تصير يعني تحس انك اعطيته يعني حق اي شخص او تبيعه خلاص التقطيتني تعبت وبعدين اذا كنت اذا انت كنت انسان ما عليك قاصر ولا منصور حقه هذا اجري انا اجري حلو جناي جناي اجري في احد من الاسره الكريمه يحب ايضا هالمجال؟ عندي اختي. إيه؟ تحب الشغل؟ اي إيه؟ إيه؟ إيه نعم عندي. تنافس بينكم صاير. لا هي مسك على على هي مدرسه. اي. اي وعندها هي تسوي بيدها ما شاء الله عليها مثل حرفية ها ما شاء الله. يعني مثلا نظام المجسم البيت الكويتي ما شاء الله عليها وتقعد فتحط لك الريال تحط لك القعده. ها الشغلات القديمه. هي تسوي سبحان الله انا ما اعلم شكل شكل تاخذهم اخر شيء ابو فهد بس شيء يعجبك <applause> 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 عندي في المحل حاط حاط شغلها حاط شغلها حاط شغلها وكله ترسم الكويت قبل وتطلع على الصور القديمه اللي موجوده اي هي أيه طالع مثل عندها مثل هذا مثلا بيت الكويت القديم الحوش فتسويه تحط القعده شلون الرجال ومتجمع ويا هلا العائله وقاعدين على الدواء الله <applause> زين هذه الشغله اللي خذاها منك صاحبك وهو عارف وانت نفسك فيها للحين زين شنو الشيء اللي انت نفسك فيه ودك تقتنيه يا ما حد باعك نفس طريقتك يقول لا انا ما ابيعها او شغله انت تنتظر تنزل السوق وتشتريها شغله في بالك وايد وايد بتركي كل شيء كل ما اقعد عند شخص هل الكويت ما شاء الله عليهم يعني كل ما تروح انا كل ما احرص لما <سؤال> اشوف الشباب لما اشوف اقول دائما قولوا اخذوا اذا عندكم قطع حق يعني اذا والده ولا والدته موجوده عسى الله يحفظهم فدائما لا يقطون التراث هذه المقتنيات فتلقى يجي يسولف لي يقول والله كان عندنا هالشغله وقطيناها ليش؟ ليش؟ هذا يبغى تراث هذه خشها حق ولد ولدك يعني حتى الحكي مالنا ابو تركي عيالنا لما فلان احنا حتى كلامنا لما نقول بلاع البيزه صح بلاع البيزه الناس ما تعرف تقول اليهال هالذول ما يعرفون شو بلاع البيزه بلاع البيزه الحصاله الكويتيه القديمه صحيح في يعني لو كان هذا حاطها وحق عياله وعياله الحين 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 اللي يشوفنا وعنده شغلات قديمه ما يبيها نقول لا تقطها تواصل معهم عن طريق الانستغرام ممكن يحط اسمك بالانستغرام الباحثي عن التراث المهتمين بالتراث انتم ممكن تشترون هالشيء عدل انا يعني بالنسبه لي اشتري فدائما يوصلوا المحلي ويعرضون عليه واشتري منهم حلو وناس يعني دائما جميع محافظات الكويت تيجي البحر والله اللي عنده القطع هذا وانا اشتري والله نعم بارك الله فيك وشكرا جزيلا لقبولك هذه الدعوه واتمنى لك دائما تحصل كل ما ترغب فيه ويكون باقل الاثمان ما يكون سرعة عشان تشتري كل شيء فبارك الله فيك وشكرا جزيلا واترك الكلمه لك والله يا ابو تركي شكر خاص لك الله يحفظك ان شاء الله يحفظ, يحفظ علاقاتك الحلوه وشكر موصول للساده المشاهدين عسى الله يحفظ ديرتنا ويحفظ آه حكامنا واسرتنا اسره واسرت الصباح امين امين يا رب امين بارك الله فيك وشكرا جزيلا شكرا كل الشكر لضيفنا الكريم الباحث بالتراث الاستاذ فهد الزعابي مستمرين معاكم بعد الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم عشنا سويا مراحل تصنيع الذهب في ورشه موجوده في الكويت، التصنيع كان مرحله مرحله بدايه من التصميم حتى وصلنا للمنتج النهائي، لله الحمد اصبحت الكويت حاليا دوله مصدره للذهب، ليست فقط منتجه للذهب، حاليا معظم هذه القطع تصدر الى الامارات والى قطر والى السعوديه، المهاره في التصنيع موجودة في الكويت بناء على العمالة الاسيوية وفي عمالة عربية، لكن هو التفكير في القطع، قطع ممكن ان تكون قديمة، قطع ممكن تكون غربية ممزوجة بالنكهة العربية، معظم التصاميم التي نصممها في الورش المحلية بناء على افكار محلية، بناء على طلبات العملاء، معروف ان العميل الكويتي يحب التجديد يحب البحث دائما عن كل ما هو حديث لكن بعبق عربي وليس بصيحات اجنبيه معظم العيارات من عيار 21 وعيار 18 اصبحت الورش الكويتيه مطلوبه عالميا كل القطع المعروضه في اغلب المحلات في اسواق الكويتيه بناء على تصنيع محلي التصنيع المحلي اصبح حاليا يتنافس بقوه مع التصنيع العالمي نتيجه التكنولوجيا، نتيجه المعدات، نتيجه التصميم، كلما كان العميل يطلب قطع جديده وقطع حديثه، كل هذه الكتالوجات عباره عن تصاميم حديثه يوميا او شهريا وغير هذه التصاميم، الورش المحليه اصبحت على كفاءه عاليه للمنافسه، مهما ارتفع سعر الذهب، لكن التصميم المحلي يخفض من قيمه المصنعيه، يجعل العميل او الرواد شراء الذهب او من يرغبون في الحلي والزينه الاسعار مناسبه لانها انتاج محلي بدات الكويت في الفتره الاخيره في التصدير بدات كميات كبيره تختم بعد ان تخرج هذه القطعه من الورشه تعود الى وزاره التجاره للخد وتعرض مره اخرى في المحلات فهنيئا لمن يرغب في شراء الذهب وهنيئا لدوله الكويت في قطاع الذهب كقطاع مصدر وداعم للاقتصاد ان شاء الله ان شاء الله حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم مع ضيفنا الكريم يمكن سمعته هو دبلوماسي سابق استاذ اقبال وهو اقبال هادي زيدي اقبال هادي زيدي اقبال زيدي 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 عاش على ارض الكويت على هذه الارض الطيبه اكثر من أربعين عام وعنده شعر ولكن الشعر راح يكون بالانجليزي ونقدر ان شاء الله نحاول نترجم اللي نقدر نترجم عليه ويهتم بالشان الاجتماعي والسياسي يحب السياسه يحب الانتخابات ولذلك هو كتب ونظم هذه القصائد باللغة الإنجليزية وتحديدا كنا نمر في فترة انتخابات فترة السابقة فهو يحب هذا الجانب ويعمل بالسلك, الدبلوماسي ويحب الكويت وأكثر من 40 سنة فوظف هذه الموهبة في هذه المواضيع نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ إقبال من باكستان حياك الله أستاذ إقبال وهلا مرحبا فيك شكرا أنا واجد مشكور أن تعطينا وقت يعني مؤجن مشان وانا موجود بالكويت من سنه 78 ما شاء الله مواجد هو ما شاء الله هذا كذا انا صديق كل قصيده مشان انتخابات خل و... انتخابات الحين انت الحين من 78 بالكويت شنو كنت تشتغل من 78 لا انا اشتغل بشركه شركه خاصه شركه خاصه ايه؟ بعدين بعد تحرير ايه؟ انا يرجي دبلوماسي بالسفاره باكستان اشتغل سنتين دبلوماسي ما شاء الله وبعدين يرجع مره ثانيه بال الشركة قطاع خاص بالقطاع خاص وعلينا أن نفسك كفيل أه انت كفيل نفسك؟ علينا أنا كفيل نفسه ما شاء الله سنتين ليش ما كملت بالدبلوماسية ولا ما حبيت لا بس انا تبيت بالدبلوماسية هذا بعدين بالباكستان انت عارف يعني مشاكل إيه؟ واسطة بعد واسطة عندكم؟ لا ما في قبل انا اشتغل بدون باصه بس مشان تجديد ابي شويه باصه بس ما يخالف بس, بس دبل باصه خير زين الشعر اللي تكتبها تكتب شعر بالانجليزي بس اي إيه كل شيء ليش انا ما اعرف يعني انا كلام عربي بس مش ممكن انا تبي قصيده بالعربي صحيح مو ممكن لكن قصيده بالانجليزي انت من زمان تكتب قصائد يعني واجد قصائد انا اكتب واجد قصائد مش كويت انا تبي قصيده كويت تي في تو بالانجليزي مم. 25 فبراير في قصيده 26 فبراير ما شاء الله. في قصيده 2 August في قصيده humanitarian leader قائد انساني مشن امير ما شاء الله بعدين هو كمل 10 سنوات انا قصيده مره ثانيه 10 سنوات كم امير ما شاء الله. بعدين لين هو كمل سنتين شهر سبتمبر مشان قائد انساني نعم نتبي قصيده مره ثانيه هذا وقت كويت تي في يجي بالبيت نتبي قصيده يعني ما شاء الله قصيدة. استاذ اقبال يعني انت ليش هذا الحب حق الكويت؟ ليش هذا ما شاء الله حافظ التواريخ وحافظ المناسبات وتعرف هذا ليش؟ ايوه شفت انا اجي من باكستان سنه 78 م. قبل انا موجود سنتين بالسعوديه من سته 75 يس ست من 76 ل 78 سنتين موجود هون من كو من السعوديه انا اجي بالكويت انا اشوف واجد فرق بين يعني نفرات واجد طيب تمام كذي حتى السعوديه طيب وتمام بعد بس ممكن فرق حياه يختلف الناس يعني الناس كله يسلم مع لا بعض بالكويت انا شفت النفرات واجد يعني يدخل مع بعض يت يت ايه؟ مع بعض في ديوانيه وكذي يعني هذا ايوه ايه. انا ما في بالسعوديه اه. انا اشوف بالكويت وبعدين الحمد لله انا اشتغل بالشركات لا خلينا خلنا بال 75 الحين تقول ديوانيات اكيد تزور ديوانيات وتروح حق ديوانيات بالكويت واجد وانا رأى واجد ديوانيات منو ديوانيات منو؟ ابي بالسبعينات إلا تتذكر؟ قبل انا رأى مش انا هذا هذا قبل كان وزير شؤون التا التا التيار بالجهره ايه وبعدين انا راه العيار العيار عيار أيوة عيار أيوة, أيوة, الله يرحمه الله يرحمه مرهوم الله يرحمه مرهوم أيوة عيار نعم ألينا انا ديوانية ديوانيه اسكندري هذا وزير يساكندري وزير مواصلات اي صح وزير مواصلات السابق اي إيه انا راي دكتور صالح عمر قبل كان وزير إيه علي العمير عادل العمير انا راي هذه إيه الديوانيات و انا راي ديوانيه عدنان متوه ما شاء الله يعني انا وعد يعني منوع ولا تروح الجهره وتروح الديره لا لا وتروح انا رأي كل مكان الكويت يعني كلها اي كل مكان انا راي بالديوانيات بعدين راي ديوانيه بس آه حمدان حمدان بالفنتاس ايه بالفنتاس ايه حمدان بالفنتاس انا ارى بالديوانيه هو نائب كمان الحمدان أتعرف. الحمدان ايه حمدان ايه حمود حمدان حمود حمدان إيه؟ عازمي لا ها. هو ها اسمه عائلة حمدان ها عائلة الحمدان إيه, ايه عائلة حمدان إيه؟ هو هون طيب إيه كذا وبعد يقول كاتب قصيده بالرئيس رئيس رئيس سابق مجلس الامه الكويتي السيد مرزوق الغانم الغانم كنت جدوانية الديوانيه عندهم كذي؟ لا انا راي وايد مره هون بس ايه؟ انا ما في افسل هون انا راي بالداية عبد الله سالم ايه مشان تشوف ما في افسل بعدين راي بالوايد ديوانيه بالجارله بنفس المكان بالداية عبد الله ايه؟ سالم الجارله هون كمان يعني وقال قصيدة انت في مرزوق بعد مرزوق الغانم سوي فيه قصيده لا قل... على الحين انا اكتب قصيده مشان هو عشان مرزوق الغانم إيه شنو القصيده بعد ما بعد ما نجح بالانتخابات لا بعد الانتخابات انا اكتب هنا لين هو وان إيه جاء انا اكتب فيه قصيده إيه شنو شنو القصيده؟ قبل هذا انا لازم اقول لك هذا كويتي الكشن هذا على الكويت هذا كويتي الكشن هذا إيه؟ اول كويت أو. بعدين الكشن يعني شنو مشان انتخابات الكويت هذا ها عن الانتخابات بالكويت اي اي هذا انا اكتب يعني بال بالمجموعة مشان يعني بالمجموعة مشان كويت <applause> مش انتخابات, يعني إيه؟ ايه. انتخابات شنو الطريقة يعني هذا عن الانتخابات شلون الانتخابات بالكويت يعني شلون تمشي؟ اي انا اكتب هون يعني كله دنيا الين ديموكراسي نعم بالكويت كمان ديمقراطية ده كده هو سب انتخابات شو انتخابات شو طريقة الانتخابات إيه وبعدين وشو... نقول لك هذا أمير ودبتي أمير هو هي the guide يعني everybody takes instructions يعني هو هو نمونا م... نفرات شفت أمير شنو سبي هو ذات نفرات يعني تبي هو نموذج هو قائد هو قدوة تبي البعض وبعض الدول تحتذي بهذا القائد يس yes, yes. يعملون نفس ما يعمل امير دوله الكويت ايوه ايوه هو كله نعم. هسل طريقه من قائد الكويت القصيده الثانيه الثانيه انا يكتب مثلا هي فايتس فور يو عن شنو ها هي فايتس فور يو هذا مثلا مرشح انا اقول لك مرشح ايه. هو س... يحارب عشان نفسه ايه لا هو هو ما في ايه اشتغل يحارب عشان, عشان نفسه هو يحارب عشان نفسه هو يحارب عشان نفسه آه هذه طويله مبين عليها استاذ إيه نبي إيه واحده قصيره عشان صغيره. إيه؟ انا اقول لك هذا هون هي وينز اي بريدكت انا انا هذا مشان مرشح انا أتوقع هو إنجا منو هذا؟ انا ما في تب اسم. ها مرشح لا. لا 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 ما في اسم ما في بدون اسم. إيه؟ انا اكتب إيه. هون انا اقول لك بالانتخابات كله ناس مرشحين يقول لك هذا انا سبي مشان تخفيف بنزين. إيه؟ وكهرباء آه واشكان إيه والدي ان اي بصمه وراثيه اي إيه إيه هذا إيه انا أكتب هون كله انا اقول لك هذا مرشح هو يدخل الانتخابات وقتها ان شاء الله ينجا وبس يشيل هذا كله يعدله إيه يشيل هذا يعني آه هذا كله مرشح انا اقول لك كلهم يقولون نفس الكلام لك. الحين اخر قصيده شنو تختار لنا؟ اخر قصيده, قصيدة م... هذا انا لازم أسويك هذا مالت منو هذا؟ هذا مشان انا اقول لك مرشحين اعطينا هافلات كل يوم نفرات يجي 2000 نفرات كل يوم يجي اكل 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 إيه؟ بعدين 26 وعشرين بنتيجه انت شو ممكن يصير 5 500 صوت إيه هذا ما نبيها هذه وصلت الرساله منها غير القصيده اللي بعدها عن شنو؟ هذا اقول لك يو ديفيتد اجين يعني مره ثانيه انت انجا يعني نفر هذا قبل كمان عزوم مجلس هذا إيه؟ مره كمان هو ازو مجلس الله يوفقه الله يوفقه ان شاء الله ويجعله في صالح للبلاد والعباد اللي بعدها عن شنو؟ بعد هذا انا اقول لك ام بي ريتيرنز ام بي ام بي يعني مجلس امة عزوم مجلس امة ارجع مجلس امة ارجع مجلس امة ام بي ريتيرنز بارك الله فيك وشكرا مشكول. جزيلا ما قصرت استاذ تسلم, تسلم. ان شاء الله تجي معك مره ثانيه ان شاء الله ونترجم لك كل القصائد هذه تكون يعني مشكور أوكي. مشكور ما قصرت بط... كل شكر لضيفنا الكريم اقبال هادي صح؟ اقبال هادي زيدي اقبال هادي خلينا نختم الحلقه بعدين روح لا تروح آه خلينا نختم الحلقه بس صبر شوي اوكي اوكي نشوفكم على خير ان شاء الله وتصبحون على امن وامان وصحه بالافداد تقبل التحيات وتحيات فريق العمل كنت معاكم راشد حسن الى اللقاء